ومرحبا بكم طلابي أحبائي، طلاب الصف العاشر. هذا هو الأسبوع 15. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم محاور والموضوعات التي ستكون في الاختبار النهائي. هذا هو أسبوع المراجعة وأسبوع الاستذكار. كونوا معي. بداية، وكما يظهر أمامكم، سنخصص يوما لنصوص القراءة، نصوص الاستيعاب القرائي، التذوق الأدبي. هنا اللغة الأم. نريد أن نتعرف أو نستذكر الجو العام لهذا النص. هي اللغة التي يمتلكها الفرد، وهي الأداة الأقوى التي تحفظ تطور تراث البلد وثقافته وتاريخه. اللغة هي الوعاء الذي ينقل ميراث الشعوب، وهي مظهر من مظاهر التاريخ، والتاريخ صفة الأمة وهويتها. وتعد اللغة الأفارية بالنسبة إلى رسول حمزة توف رمزاً للأرض والتاريخ، ولحكايات الأجداد وأغنيات الطفولة، وكان يكتب شعره بالأفارية وأشاد بها وعدها أمة. وقد عرف عن المرأة الأفارية أنها حارسة اللغة ومعلمتها الأولى، فاللغة الأم عندها مسألة حياة أو موت. في النص، شغف القراءة والحكايات هي للكاتب الفلسطيني وليد سيف، كاتب التغريبة الفلسطينية. يصف شغفه بالقراءة وتعلقه بأمهات الكتب منذ كان فتى صغيرا في مدارس طول كرم الابتدائية. يذكر ما كان لهذه الكتب من فضل عليه، فهي توقد موهبته الشعرية وتطلق إبداعاته الأدبية. وهنا يعرج وليد سيف في نهاية النص على جانب مؤلم من حياته، زمن النكبة الفلسطينية، عندما كان طفلاً وليداً يذكر حادثة ولادته وما رافقها من تحديات وصعوبات. يسير وليد سيف في سيرته الشاهد المشهود، معتمداً التتابع الزمني للمحطات الكبرى في رحلة حياته. يقف عند تلك المحطات معززاً إياها بمراجعات وجدانية وفكرية عميقة، معرجاً على أهم القضايا الفكرية التي تشغل الإنسان، ومنحازاً إلى قيم العدالة والمبادئ الإنسانية. كما يظهر أمامكم على الشاشة أبيات بعنوان إلى أمي. صباح الخير يا حلوة، صباح الخير يا قديسة الحلوة. مضى عامان يا أمي على الولد الذي أبحر برحلته الخرافية وخبأ في حقائبه صباح بلاده الأخضر، وأنجمها وأنهرها وكل شقيقها الأحمر، وخبأ في ملابسه طرابينا من النعناع والزعتر وليلكة دمشقية. أنا وحدي دخان سجائري يضجر، ومني مقعدي يضجر، وأحزاني عصافير تفتش بعد عن بيدر. عرفت نساء أوروبا، عرفت عواطف الإسمنت والخشب، عرفت حضارة التعب، وطفت الهند، طفت السند، طفت العالم الأصفر، ولم أعثر على امرأة تمشط شعري الأشقر وتحمل في حقيبتها إلي عرائس السكر، وتكسوني إذا أعرى وتنشلني إذا أعثر. أيا أمي، أنا الولد الذي أبحر، ولا زالت بخاطره تعيش عروسة السكر. فكيف، فكيف يا أمي غدوت أبا ولم أكبر.
وفي اليوم التالي سنتطرق إلى الموضوعات النحوية، الأفعال الخمسة، وهي كل مضارع أسند إلى ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المخاطبة. وبالطبع فهي الأفعال تصاغ على تفعلين، تفعلان، يفعلان، تفعلون، يفعلون، وهي بالتالي مسندة إلى الضمائر أنت، أنتما، هما، أنتم، هم. ومرة أخرى لنعود إلى الأساليب الإنشائية وبالتفاصيل الأسلوب الإنشائي الطلبي. سنستذكر في حصتنا الأسلوب الإنشائي الطلبي، كيف نميز أنواعه: الأسلوب الاستفهامي، أسلوب النهي، أسلوب التمني، الأمر، النداء. هذا هو عرض سريع لما سنقوم بدراسته ومراجعته خلال الأسبوع 15. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.